السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفيفا تهدد إتو، وهل إقصاء الكاميرون حقيقة؟ وقضايا ومحاكم تنتظر أيضا إتو، وقضية جديدة من ابنته الغير شرعية برضو لإتو. قبل ما نبدأ، تحية للجزائر وأهل الجزائر، وتحية كبيرة لجميع المتابعين، متابعين قناتي يوميات شادية العموري، وتحية لكل من يرى هذا الفيديو. أتمنى منكم أن تشرفوني باللايك والاشتراك أخواني وأخواتي. هيا بنا نعرف ما هذه القصة. هل تم إقصاء الكاميرون؟ قضايا ومحاكم تنتظر إتو، والفيفا تهدده، وقضية جديدة من ابنته الغير شرعية. سموئيل إتو رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم غارق في المحاكم والقضايا. هذا أول شيء إحنا بنحب إن إحنا نتكلم به. هناك قضايا كثير لا إتو. القضية الأولى انتظار حكم المحكمة اللي هو التاس لفك النزاع حول حقية إتو في الاتحاد الكاميروني. الناس أجلت حتى منتصف هذا الشهر، يعني التاس أجلت حتى منتصف هذا الشهر، آخر الشهر بإذن الله تعالى يكون القرار النهائي. قضية اثنين، ابنة سمو الإتو دفعته للقضاء بسبب عدم دفعه للنفقة. طبعا هذا مش مهم إنه ابنته رفعت عليه قضية بدها نفقة، هذا الخبر مش مناسب لنا. طب الثالث، التهريب الضريبي. هو متهرب ضريبي من إسبانيا، طبعا تهريب ضريبي هذا حكم عليه بالسجن، ويقال انه هو كان بيدفع الغرامة اللي عليه، ولسه الخبر ليس أكيد. القضية الرابعة، عقوبة مالية من الفيفا بسبب فسخ عقد كون ساسو، هذا كان المدرب السابق للكاميرون. القضية الخامسة، الوقوف أمام القضاء بسبب فسخه العقد الراعي الرسمي لقميص المنتخب. خمس قضايا تنتظره وغيره من القضايا الأخرى ربما لم نذكرها بعد، قضايا كثير تنتظر إتو. وخبر إقصاء الكاميرون، هل يبينا نعرف ما هذا الخبر؟ هل هذا الخبر صحيح أم لا؟ حاليا أصبح سموئيل إتو رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم يواجه خطر المثول أمام القضاء ومهدد بالسجن حسب ما كشفت عنه تقارير إعلامية كاميرونية. قامت شركة الملابس الرياضية لوكوك سبورتيف بتكليف فريقها القانوني برفع دعوى ضد الاتحاد الكاميروني لكرة القدم بسبب فسخه للعقد الذي يربط الطرفين بطريقة تعسفية. وتعهدت الشركة الفرنسية برفع الأمر للقضاء، خاصة الاتحاد الكاميروني قام بإعلان طلب عروض من أجل التعاقد مع شركة ملابس رياضية جديدة خلال كأس العالم قطر 2022. هذه بعض الكلام اللي احنا بنتكلم فيه، طبعا كلام كثير. وبعدها أصبح مهدد بالسجن، ممكن وبشكل كبير أن يتم زج المدعي إتو للسجن بسبب كل هذه القضايا، وإذا دخل للسجن احتمالية فضح كواليس مباراة الجزائر والكاميرون كبير جدا من أجل تغريمه أكثر وزيادة الحكم عليه، لأن سموئيل إتو عنده أعداء كثير في الجمعية العامة الاتحادية الكاميرونية لكرة القدم الذين لم يقتنعوا بنتائج الانتخابات الأخيرة لرئيس الاتحاد الكاميروني، وهم من اشتكوا ضده للتأس. وإذا تم فضح كواليس مباراة الجزائر والكاميرون وثبوت أدلة رشوة، فاحتمال كبير أن الفيفا ستسلط عقوبات على الكاميرون وإبعادها من المونديال بإذن الله تعالى. هذا الخبر أكيد طبعا موجود على مواقع رسمية كثيرة. طبعا طبعا إحنا بنتمنى تأهل الجزائر بإذن الله تعالى، ما ضاع حق وراءه مطالب، وبإذن الله تعالى الجزائر بالمونديال بمونديال قطر 2022 بإذن الله تعالى. أتمنى من الجميع وضع اللايك والاشتراك في القناة حتى يصلكم كل ما هو جديد بإذن الله تعالى. تحية الجزائر وأهل الجزائر.